السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهاركم مبروك. اليوم غنعاود نصور معكم واحد الكيكة ديال حامض. خليكم معي. كنحتاجو حامضة محكوكة، كنعصروها، كيخرج لينا هاد القياس. كاس ناروب، ستة ديال البيضات على حرارة الغرفة، جوج خمارات وواحد فاني، جوج كيسان ديال الطحين تقريبا 400 غرام، 200 غرام في الكاس. عندك كاس ديال الزيت كبير في قياس ديال الطحين، كاس ديال السنيدة تا هو تقريبا 200 غرام، والزيت 200 ديسيليتر. هادو هما المكونات غنحتاجو. دابا غادي نبداو نخدمو البيض. بسم الله. نديرو 6 البيضات كبار ديال الحجم، دابا غنخدمو البيض مزيان حتى يبيض ويطلع، عاد نزيدو الزيت وسنيدة دفعة وحدة. مع حيت الصوت ما غنسمعكمش ما تسمعونيش، غادي نوقف. دابا غنزيدو السنيدة، نزيدو الزيت، صاشي ديال الفاني، دابا غندير كاس ديال الطحين. الطحين ديما كنديرو كاس بكاس. دابا غنزيدو الكاس الثاني، حنا تنخدمو غنديرو القشور في الخدمة، نخلي شوية ونزيدو الخميرة هي اللخر، ديما الخميرة هي اللخر. جوج طاشيات ندخلو الخميرة مزيان في الخليط،
صافي دابا سالينا. دابا غادي نديرو خليط في المول، ها هو مدهون ناضي. بسم الله كنهزو الفوق و تنخويو و تندورو. باغي ندخلوها الفران تتوجد واني معكم. دابا هي الكيكة وجدات، هي هادي شو تبارك الله جات غبات هاد التقيبة اللي كتكون في قلب المول، فاضت يعني فاضت طلعات وتسدات. المهم دابا أنا غنصب نقلبها معاكم. هذا هو الوجه ديالها، شو شحال طلعات، راه المول كبير. دابا غادي نقلبها بهاد الطريقة. هي دابا قلبناها، شو كي جات. ما شاء الله دابا هي مع الضو قليل ما جاتش باينه كلها. دابا يمكن لي نخلوها على هاد الوجه أو نقلبوها على الوجه لاخر، نوريكم الوجه لاخر كيفاش نتا هو داير. هدا الوجه التاني أنا غنفضل نقلبها على الوجه لاخر ونخليها. دابا غنديرو على شوية الحامض من الفوق، إوا كنخليكم على خير بالصحة والعافية. غنقطعوها معكم، بسم الله. فوالا ها هي، ما شاء الله شو خفيفة. باي باي.